على شاشة قناة النادي الأهلي. الحقيقة أنا حابب إن أنا بس في الأول أحيي جميع العاملين في قناة النادي الأهلي على هذا الجهد الكبير جدا 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 اللي ممكن حضرتك تكون بتشوفه وأنا بشوفه طول، يمكن أنا بقعد أكتر شوية فبشوفه طول النهار، جهد كبير جدا جدا من كل العاملين في قناة النادي الأهلي ومساندة كبيرة جدا جدا من مجلس إدارة شركة لايف اللي بتدير هذه القناة الحقيقة، ورئيس مجلس إدارتها المهندس سيف الوزيري الحقيقة اللي دايما بيدينا الدعم الكامل خلال الفترة اللي فاتت، أيضا كل الجميع، أنا بس عشان ما أقولش الأسماء كلها، ولكن كل الأسماء الحقيقة اللي بتشتغل في هذه القناة لها دور مهم جدا جدا على الأحداث اللي بتحصل، على كمية الناس اللي بتقعد معانا. أنا بشكر الشباب اللي ورا الكاميرات الحقيقة كلهم، كل يوم بنأخرهم لغاية الساعة واحدة، ومن الساعة واحدة يخلص القناة ويمشي لغاية في الساعة فأنا بشكر كل الناس الحقيقة يا كابتن هاني. ده حقيقي، ده حقيقي والله طبعاً. بدون تحيز لا ربنا. يعني احنا لامسين دوت، والحقيقة كمان الصورة اللي حضراتكم شايفينها والأداء اللي حضراتكم شايفينه، احنا بنحاول بقدر الإمكان، وكل العاملين الحقيقة في قناة النادي الأهلي بتقدم أقصى مجهود عشان حاجة تليق باسم النادي الأهلي وتليق باسم جماهير النادي الأهلي. الحقيقة كل الشكر على القائمين على قناة النادي الأهلي اللي الحقيقة يعني بتحط جماهير النادي الأهلي في الكواليس، وكأننا عايشين مع بعثتنا هناك في السعودية كل الكواليس وكل الأخبار وكل الأحداث. والحقيقة الإشادة اللي بنقول بيها دي إشادة يعني مستحقة الحقيقة، من أصغر عامل لأكبر عامل لأكبر مسؤول لأصغر مسؤول، الحقيقة كله بيجتهد وكله بيعمل للكيان لمصلحة النادي الأهلي أولا وأخيرا. ومهم جدا كمان نذكر إدارة الإعلام بقيادة طبعا الأستاذ جمال جبر، الحقيقة طفرة رائعة في الإعلام في النادي الأهلي. كل حضراتكم اللي بتشوفوه من كواليس ومن لقاءات ومن أحاديث مع اللاعبين، الحقيقة وراها مجهود كبير جدا 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 بتقوم بيه إدارة الإعلام. وإدارة الإعلام خلي بالكم في البروفيشنال كلابس في الأندية المحترفة الحقيقة بتكون عليها عامل كبير جدا. والحقيقة خلال الفترة اللي فاتت أستاذ جمال جبر والشباب والكتيبة العمل الموجودة بتقدم ملحمة الحقيقة، يعني كل الشكر والتقدير ليهم، لأن زي ما بقول لحضراتكم هم بيحسسنا أن احنا موجودين معاهم في السعودية. كل الكواليس وكل الأفكار، وبداية من انتقال الفريق واللقاءات في المطار واللقاءات هناك في السعودية، كل الحقيقة الكواليس دي كانت خاصة جدا بإدارة الإعلام في النادي الأهلي، وخاصة طبعا بشاشة قناة النادي الأهلي اللي هي ملك جماهير النادي الأهلي. وكان الحقيقة زي ما بنتكلم على مجهودات القائمين هنا في القناة ومجهودات اللاعبين والإدارة الفنية ومجلس الإدارة، كمان كان من الواجب جدا ان احنا كمان نشكر الاستاذ جمال جبر وكل الشباب اللي معاه وكل الكوادر المحترمه اللي شغاله في منظومه الاعلام في النادي الاهلي. حقيقي زي ما حضراتكم عارفين كل الكواليس اللي بتظهر مع حضراتكم احنا يعني بناخدها من المركز الاعلامي للنادي الاهلي ومديره الاستاذ جمال جبر. الحقيقه قبل ما يسافر الاستاذ جمال جبر جمعتني معاه مكالمه طويله جدا. استاذ جمال عشره 20 سنه تقريبا بيني وبينه او اكتر شويه كمان، وبالتالي جمعتنا مكالمة طويلة جدا علشان نصل في النهاية للشكل اللي حضراتكم شايفينه لما حدث خلال هذه الفترة، والتعاون كبير جدا جدا ما بين إدارة النادي الأهلي وإدارة شركة استادات الوطنية المهندس سيف الوزيري وكابتن محمود الخطيب، وعلاقة محترمة جدا 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 أعتقد إن هي باينة على الشاشة وباينة في كل المجالات التعاون اللي احنا بنشوفها خلال الفترة اللي فاتت. أنا ليه بقول هذا الكلام دلوقتي؟ لأنه الفترة اللي فاتت كان فيها بعض الشكوك اللي بسمعها من بعض الجماهير الحقيقة، وبالتالي جمهور الأهلي له دائما مطلق الحرية في أن هو يقول الأسئلة اللي هو عايزها، وبالتالي أيضا بنحاول نجاوب له عليها، ولكن احنا لما بنجاوب على هذه الأسئلة بنجاوب عليها عملي زي ما حضراتكم شايفين من خلال وجود هذه الكواليس والتعاون المشترك الكبير ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي أو مركز الإعلامي للنادي الأهلي وما بين إدارة القناة. الحقيقة اللي زي ما قلت لحضراتكم بذلت أقصى مجهود وأكبر مجهود خلال الفترة اللي فاتت، وطبعا البرنامج وبداية البرنامج ولغاية حتى آخر يوم في هذا البرنامج مجهودات كبيرة جدا جدا للجميع بشكرهم عليها مرة تانية، وبشكر كل الناس اللي أشادت. الحقيقة الصورة جميلة قوي، الصورة جميلة قوي،
واحنا زي ما بقول لك يعني حاسين بالفخر، ما زلنا حاسين بالفخر، ومن اول يوم في البرنامج واحنا قلنا ان احنا فخورين بالنادي الاهلي. ودايما الكلام على اللاعبين والاداره الفنيه و لكن كمان الكواليس اللي بنشوفها دي الحقيقه هي منظومه ومؤسسه كبيره جدا. النادي الاهلي عنده مؤسسه وكل واحد عارف شغله بالظبط، والكل بيحاول انه يوصل لافضل صوره تليق باسم النادي الاهلي حقيقه. وده اللي شفناه في كل يعني في كل الادارات الموجوده في النادي الاهلي، كل اداره متخصصه بشكل عام وبشكل خاص في عمل معين بتحاول بقدر الامكان تنجز هذا العمل بافضل صوره وافضل يعني اداء يليق باسم النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي الحقيقه. وعلشان كده بنشكر كل مدير اداره متخصص في مجاله او في مكانه، ايضا البعثه ورئاسه البعثه للاستاذ خالد مرتجي، المهندس خالد مرتجي نائب او امين الصندوق للنادي الاهلي. الحقيقه هذا الرجل له مجهودات كبيره جدا جدا. النهارده لازم نشيد بالجميع، احنا هنسيب الكابتن خطيب لانه كابتن خطيب ده ليه اشاده خاصه وليه حب في قلوبنا جميعا الحقيقه، بعيدا عن دوره الاداري كرئيس للنادي الاهلي. الحقيقه اللي زي ما حضراتكم شايفين في كل مكان بتلاقوه، مهما كان تعبه، مهما كان زعله، مهما كان اي حاجه، بتلاقوا الكابتن خطيب موجود في هذه الفتره. ونستغل هذه الفرصه برضو يا كابتن هاني، وارجو من جميع محبي النادي الاهلي وجميع عشاق النادي الاهلي وجميع متابعي قناه النادي الاهلي واللي بيتابعوا هذا البرنامج، يدعوا للوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي. وزير العمري فاروق ما زالت حالته زي ما هي، عشان بس ما حدش يودينا ويجيبنا. الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي في غيبوبه، ما زالت الغيبوبه مستمره حتى الان. يعني مش عارف اقول التحسن، مفيش، مش عارف اقول ايه في التحسن، ولكن ما زالت الغيبوبه مستمره حتى الان. نرجو من حضراتكم الدعاء للوزير العمري فاروق ويقوم لنا بالف الف سلامه، لان كل جمهور النادي الاهلي بيسال عليه وكل الناس محتاجاه وكل الناس عايزاه يرجع مره اخرى. كل كلمه بيقولها كابتن خطيب بيقول لك ادعي للعمري فاروق، كل كلمه بيقولها الاستاذ خالد مرتجي يقول لك ادعي للعمري فاروق، وكانه موجود معاهم في البعثه الحقيقه، كانه موجود معاهم. طبعا الدعوات بالشفاء العاجل ان شاء الله، ربنا يرجعوا البيت وبألف سلامة، لأنه رمز من رموز النادي الأهلي الحقيقة حقيقة. وشخصية رائعة. يا رب يا رب إن شاء الله في أقرب فرصة يكون متواجد في بيته ما بين أسرته الأولى وكمان ما بين أسرته الثانية في النادي الأهلي، وكأنه فعلا موجود مع بعثتنا في النادي الأهلي. الكل بيتكلم قبل أي حاجة، بنتمنى الدعاء وهم كمان بيدعوا هناك، وإن شاء الله بإذن الله يعني الأمور تعدي على خير. يا رب يؤمنا بالسلامة إن شاء الله، ويرجع شاء الله لأسرته الصغيرة والكبيرة وجمهوره الحقيقة، جمهور الأهلي اللي كله بيدعي له ان هو يقوم بالف الف سلامه. نروح للمباراه، وهبدا مع حضرتك قبل المباراه. النهارده الاهلي ارسل خطاب لرابطه الانديه والاتحاد الكوره علشان يؤجل مباراه السوبر، لاتحاد الكوره ليؤجل مباراه السوبر لمده 24 ساعه. انا عارف ان انت عندك بعض الكواليس في هذا الامر. النهارده الحقيقه طبعا قدم النادي الاهلي يا اسلام يعني بيطلب من رابطه الانديه تاجيل مباراه سيراميكا الحقيقه في مشوار النخبه او سوبر